مهنة محاماة مهنة أساسية في توفير شروط المحاكمة العادلة، لذلك يجب الاهتمام بها بشكل خاص، وأنا أهتم بها أولا لأنها هي مهنتي، ثانيا لأنه الوزير مسؤول على عدة قطاعات بما فيها قطاع المحاماة، ثالثا هي أنه هناك تطورات وقعت على المستوى القضائي وقعت على مستوى المؤسسات الأخرى، ويجب أن المحاماة أن تواكبها. لذلك نحن طرحنا هذا الموضوع بحدة. في الحقيقة الذي تحرك الذي أتحاور معه أنا هي جمعية هيئات المحامين التي تمثل فيها نقباء المغرب ويمثل فيها جميع أعضاء مكاتب هيئات المحامين المغرب، التي هي الجهاز الذين هم الجهاز الرسمي الذين يمثلون المحامين لدى الجهات الرسمية المغربية. ولذلك أنا أتحاور مع هؤلاء الذين لهم الصفة ولهم المكان ولهم الاحترام، وأي هيئة أخرى فوجودها قد يمس بوحدة المحامين، لهذا أنا لا أحاورهم ولن أحاورهم. في المقابل ها السادة النقباء في جمعية المحامين للرؤساء السابق والرؤساء الحاليين مستعد للحوار، وأعتقد بأن المحامي وجوده مرتكز على مبدأ أساسي وهو القول الحقيقة، ولن أنافق المحامين، سأقول لهم الحقيقة وسأطرح مشاكلهم وسأناقشهم، لأنني تهمني بالأساس هي المحاماة كمهنة، أن تعود لأوجها، أن تعود لنظافتها، أن تعود لقوتها، وأن تعود لدورها. المحاماة تدافع عن القانون، المحاماة تدافع عن الحق، لذلك قبل أن تدافع عن القانون الحق يجب أن تقول الحق والقانون لنفسها. لذلك أنا طرحت هذا الموضوع وسأطرحه، وهناك الآن حوار، وسيكون هناك عيادة نظر في الأنظمة المنظمة لهيئة المحامين، سيكون الولوج للمحاماة عن طريق معهد للمحاماة، وأنا ألتزم سنة 2022 غادي إخراج هذا المعهد إلى حيز الوجود. أكثر من ذلك سيكون الدخول بامتحان والخروج منه بامتحان، لأننا نريد أن نرفع من مستوى تكوين المحامين إلى المستوى الأعلى. لا يمكن أن ننتظر الشركات الدولية أن تأتي بمحاميهم في الخارج، لا يمكن أن نقبل أن المحامين ليس لهم صوت، لا يمكن أن نقبل بأنه محامين لا يوجد لهم مكاتب ويتبعون الملفات بواسطة فقط الهاتف. كل هذه العناصر نريد أن نعيد للمحاماة هيبتها واحترامها، وهذا لا يمكن إلا بمحاربة الفساد، إلا بمحاربة تلك المجموعات التي فقط تريد أن تتموقع من خلال شعبويتين لا تليق بمهنة المحاماة. لذلك فأنا مستعد، وهذه المهنة قدمت لي الكثير، فسيكون قليلا أن أضحي من أجل أن أعيد لها أوجها وأعيد لها عنفوانها. فيما يخص هناك نقاش حول المجلس المحامين، هذا النقاش هناك جزء من المحامين يريدون وجوده، هناك جزء من النقباء في حوار خاص معهم لهم رأي آخر، ولكن بالنسبة لي أن النقباء على المستوى الجهة يجب أن نقوي وجودهم ونعطيهم دور أكثر. هذه الهيئة إذا كانوا ارتأوا وجودها ستكون فقط تنسق بين الحكومة وبين الجهاز الرسمي وهذه المؤسسات على المستوى الوطني، ولكن هذا موضوع لم نحسم فيه، سأترك للسادة النقباء حق إبداء الرأي في هذا الموضوع، كما في كثير من العناصر سأحاول أن أقنع السادة النقباء وأن أتحاور معهم وأتواصل معهم لكي نشتغل بشكل جماعي من أجل بناء محاماة للمستقبل أمامها تحديات كبرى، وأنا لقناعة مطلقة بأننا سنصل إلى خطوات إيجابية ستعيد كما قلت للمحاماة أوجها وعنفوانها. حامون وبين السي عبد اللطيف وهبي وزير العدل حول استخلاص الضرائب وقضية الزامية على أن المحامي ضروري خصو يخلص الضرائب ديالو. لا هو الموضوع ماشي موضوع ديال الضرائب فقط، هي والموضوع ديال الطريقة التي تحدث بها السيد وزير العدل عن المهنة ديال المحاماة وعن المحامين. الضريبة هي مفروضة على الجميع، اللي خصو اللي ملزم بالضريبة خصو الأداء ديالها، والمحامين يعني هم يدافعون على القانون، وبالتالي هذه مسألة بديهية ديال التزام واحترام ديال القانون. ولكن لا قبل ما تكمل السي هو تيقول على أن الضرائب المحامون ما تيخلصوش الضريبة ديالهم عامة، أي إذا جينا نشوفوا الوضعية أن الكثيرين من المحامون ما تيخلصوش الضرائب، وراء الكثيرين من المحامين من خلال المداخل ديالهم السنوية ربما ما خصهمش يأديو الضريبة. خصنا نرجعوا الوضعية ديال المحاماة،
نرجعوا للمداخل ديال المحامين اللي كينوبوا على المؤسسات اللي كينوبوا على الوزارات، هادوك عندهم اولويه خص تتم المراقبه ديالهم، خصهم اداء الواجبات الضريبيه ديالهم. شريحه كبيره ديال المحامين تعاني، يعني بمعنى ملي كيجي الانسان يتناول الشان ديال المهنه ديال المحاماه ليس فقط التركيز على الضريبه، ثم وهذه ملاحظه خص يجب الانتباه اليها، يتعاطى مع المحامي وكانه شركه. الان انا كمحامي خصني نادي الضريبه على القيمه المضافه، خصني لا باتونت الرسم المهني، خصني لا كوتيزاسيون مينيمال، وعاد في الاخر كتقد الضريبه على الدخل، بمعنى اربعه. حتى هذا التعقد اللي كاين فيما يتعلق بالاداء ديال الضرائب حتى هو مشكل من الاشكالات اللي كيعانيوها المحامين. وهذا الموضوع عندما كنت رئيس الفريق الاشتراكي يعني فتحت فيه السيد وزير الماليه سي بن شعبون، قلت له كاين هذا التعقد، كاين هذا الاشكال، ورحب انه يكون واحد المقترح اللي يجعل الاساسي هو الاداء ديال الضريبه من قبل المحاميات والمحامين. هذا هو الاساس، هو ان الدوله تحصل الضرائب اللي مفروضه على المحامين تاديها، لكن في نفس الوقت يجب التفكير في الوضعيه ديال المحاميات والمحامين. السيد وزير العدل ربما كان عليه اولا، وهذه مساله اساسيه يقوم بها الكثير من الوزراء في بدايه ديال العمل ديالو، كان عليه اولا ان يفاتح الهيئه، جمعيه هيئه المحامين بالمغرب والساده النقباء، ويدير معهم واحد الجلسه ويتذكروا في الشان المهني ككل، وما يجب يتم الحديث عن القانون ديال المهنه، وراه سياتي في شمولياته، لا يرتبط الامر فقط بالضرائب. ثم ان الضريبه المحامين، السيد الوزير عطى واحد الرقم وعاود كرو مؤخرا، قال لك واحد 20% و80% لا مزيانين، 20% يتضارب في المعطيات ديالو. الا كان شي احصائيات مضبوطه والا كان شي امور مضبوطه خص يتم التعاطي معها اولا بالقانون، ثانيا انطلاقا من الواقع ديال المهنه، ثالثا بالاساس هو كيفاش نسمحوا من واحد النظام ضريبي انه يكون محفز للمحامين باش انهم ينخرطوا ويؤديوا الواجبات ديالهم، وفي نفس الوقت واحد النظام قانوني اللي كيسمح بالقضاء على واحد المجموعه ديال التمظهرات اللي كتمس بالمهنه ديال المحاماه من قبل الاحتكار، الفساد، الوضعيه ديال المحامين الشباب. راه المحامي راه ملي كيتخرج، ملي كيدوز التمرين ديالو، مطالب انه يفتح مكتب، تكون عنده كتيبه، خاصه في المدن الكبرى كاينه اشكاليه عويصه، المدن الصغرى ما كاينش الملفات كثيره، والمدن الكبرى فيما يتعلق بالكراء والتحملات الماليه هي كبيره بزاف، وهنا خص تقدم اجوبه بشكل عام. استاذ، القضيه اللي كاينه مطروحه الان، هذا الملف او هذه القضيه ديال الضرائب مطروحه منذ سنوات، واش ما كاينش اقتناع بالنسبه للمهنه على ان المحامي ضروري يديو الضريبه بحال اللي تيديها المهندس، بحال اللي تيديها الصيدلي، بحال اللي تيديها الطبيب، ونخرجوا من هذه الحلقه المغلقه، لان كل ما تنقصوا بالضريبه ديال المحامي والاصوات تترتفع وكل شيء تيخرج يقول الله ونادى منك. ودابا كنتكلموا على واحد الواقع وكانه حقيقه مطلقه، نكونوا واقعيين، المحامين راه كيأديو الضرائب ديالهم. انا بعدا بالنسبه الي والفوج ديالنا ديال المحامين، الزميلات والزملاء ملي كنذكروا مع بعضياتنا، راه كتجي واحد اللحظه دائما كننبهوا بعضياتنا، راه هذه استمرار الاخراف ديال لا تيفيه، واش وضعتي الضرائب ديالك، واش قمتي بالاجراء؟ يعني كنذكروا بعضياتنا، بمعنى على انه عدد كبير ديال المحامين بما فيهم المحامين الشباب، انا شخصيا كنقوم بالواجبات ديالي، كاينه المحاسب صديق مكلف، ملي كتجي اللحظه كيقول لي راه جات اللحظه ديال لاطيفيه، شحال عندك لاري، وجات اللحظه ديال هذا لا باتوت، ملي كيجي وقتها راه كتخلصها. هذا يعني ما نسوقوش هذه الصوره لان المحامي ما كيأديش الضرائب، لا، المحامي كيأدي الضرائب، واحد الفئه ما كتأديش، واحد الفئه الوضعيه القانونيه ديالها فيما يتعلق في علاقتها مع اداره الضرائب، حيت كاين اللي ما دايرش حتى المكتب، هذا واقع، كاين اللي ما داير المكتب وما مديكلاريش، ما دايرش لا باتونت، هذا واقع خصو يتعالج، ولكن يجب ان يعالج بحكمه في اطار على اننا كيفاش مجموع الاصلاحات اللي كتعرفها بلادنا على مستويات متعدده تهم كذلك حتى مهنه المحاماه. المحامي بطبيعه الحال عنده واجبات، من ضمنها الواجبات اللي مرتبطه كذلك حتى بالمواطنه هي الاداء ديال الضرائب، لكن في ذات الوقت كاينه واحد المجموعه ديال الحقوق اللي هي مهضومه، اللي خص يتم الكباب عليها كذلك، وهذا الشيء خصو يجي في اطار واحد الحوار هادئ.